ازيكم يا مواليد برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الدلو اليوم الثلاث 26 ابريل نيسان 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 20 يناير ل 30 يناير، هيبقى في استياء كبير جدا ليك النهاردة. مفيش حاجة بتمشي زي ما انت حابب انها تمشي، ولا على حسب رغبتك في الوقت ده. لو قمت بانك تغير مدخلك ممكن تبقى بتنجز اهدافك بشكل اسرع اكتر، وكل ما تعمل اهدافك دي هتساعدك النهاردة اراء كل الاشخاص اللي حواليك اللي بتبقى بتواجهها في حياتك الخاصة مع جميع انواع المشكلات، لكن لازم تبقى بتواجهها بوجهة نظرك اللي بتبقى واضحة اكتر من خلال المواقف دي. سلامتك الجسدية النهاردة ممكن تبقى افضل، هتفكر في اسلوب حياتك لكن ما تكونش قاسي اكتر على نفسك. توقعات العشرية التانية مواليد 31 يناير ل 9 فبراير. اوقات كتيرة جدا صعبة في طريقك، هتتعرض ليها وهيتعرض ليها شغلك للاختبار النهاردة. مفيش داعي انك تبقى بتتوتر، لو كنت قادر على انك تظهر المعرفة السليمة هتختبر ايضا حياتك الخاصة. في الحالة دي لازم تبقى بتدافع عن نفسك وتدافع عن وجهة نظرك، ما تفقدش تركيزك على هدفك الحقيقي حتى مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة في الوقت ده. ممكن تبقى بتتغلب على اي مشكلة صحية بتمر بيها بالراحة. حياتك النهاردة مش منافسة، لكن لازم تبقى بتحارب جاهد علشان تفوز بيها. توقعات العشرية الثالثة مواليد 10 فبراير ل 18 فبراير. هتحافظ على هدوءك اكتر، وممكن يكون اليوم ده مضطرب بشكل كبير من ناحية، وكتير من الحاجات اللي بتبقى بتحصل مش بتمشي على حسب رغبتك. من ناحية تانية هتلاقي نفسك في مواقف كتيرة تعتبر صعبة بسبب كل الاشخاص اللي حواليك. ما تبالغش في ردة فعلك النهاردة، وحاول انك تستعيد هدوءك وتحاول انك تفرض ده على كل الاشخاص اللي حواليك. عندئذ تخرج سالم من المواقف اللي تعتبر غير سارة دي.